ريان تمنى شافهم نزل فيه رعب ولقيته متوفي على المحل. هذا اللي كان سبب، وانا بدهم يعتقلوا الاثنين الاخرى في المدخل الثاني. المدخل الثاني كان هو من الاتجاه الشمال، هذا ايش صار ولا بدري شو صار مع ريان، الا جنود اثنين اللي حكوا تمنى شافهم نزل فيه رعب، لقيت ريان متوفي على المحل. هذا الاكثر اشي. يعني ميتين ميتين خوف والله العظيم، يعني اشي ما بتصور العقل. انت بتطرق بتطارد ورا طفل هالقد وانت قد الثور ومسلح بسلاحك، مدججين بالسلاح يعني برشاشات ومش عارف شو. Child should play, should study, should have a good medical service. This is a panic attack that the child can't control his fear reaction. He has an excess adrenaline secretion. He can't suppress his adrenaline. This is an unexplained or uncontrolled situation which he was fall in. So his heart didn't work. Very small heart, very small kid. ريان حلم يكون إلي ذكي. ريان في المدرسة المعلمين يحبوه والطلاب يحبوه، هذا أكثر إشي ريان يحب، المعلمات يحبن الطلاب يحبوه، محبوب في البلد ولا واحد بكره مزيح.